للمزيد حول أزمة النفط المنقول من النقل اليمني الصافر واشتراطات ميليشيا الحوثي لحل الأزمة، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني السيد ياسين التميمي. أستاذ ياسين، بداية مرحبا بك. يعني تحذير جديد بشأن خزان صافر رغم سحب النفط من الخزان، لا زالت هذه الناقلة تشكل يعني خطرا على البيئة ما لم يتم تفكيكها. يا ترى إلى أي مدى تتوقع أستاذ ياسين أن تسهل الميليشيات ميليشيات الحوثي هذه العملية؟ تحية لك وللمشاهدين. هذه العملية منذ البداية خضعت لابتزاز من جانب جماعة الحوثي وتواطؤ من جانب الأمم المتحدة والدول المعنية بهذا الملف، وفي مقدمتهم المملكة المتحدة. أريد لخزان صافر أن يتحول من قضية بيئية محضة إلى ملف تفاوضي يضيف المزيد من الصلاحيات والمكانة السياسية والجيوسياسية لجماعة الحوثي، ولهذا أخذت العملية هذا الوقت وهذا الجهد وهذا المال، بينما في الحقيقة كان يمكن يتم بسهولة كبيرة أن تتولى شركة إفراغ النفط واستيفاء يعني نظير جهدها من عائدات بيع هذا النفط الذي يفترض أن تذهب إلى الحكومة الشرعية التي بدورها ستوفره أو ستؤمن من خلاله واردات أساسية لأبناء الشعب اليمني. لكن الحوثيون طرحوا منذ اللحظة الأولى هذه القضية كقضية معقدة لسببين رئيسيين. السبب الأول هو أنهم يريدون أن يعززوا موقعهم التفاوضي في مواجهة السلطة الشرعية، وتعمد إضعاف وتهميش دور السلطة الشرعية في ملف كهذا. الشيء الثاني هو أنهم ضغطوا منذ البداية بأن يكون عائدة بيع النفط الموجود في خزان صافر لصالحهم، وكانوا في الحقيقة يريدون منذ البداية التصرف بهذا النفط لصالحهم ولتمويل المعركة التي يخوضونها ضد الشعب اليمني، لكن يبدو أنهم واجهوا مشاكل تقنية، فقرروا الاستمرار في مسار تفاوضي شديد التعقيد إلى أن اجتمعت أو تحركت الأمم المتحدة أو تحركت بريطانيا، أو بالأصح بريطانيا قادت جهد دولي أدى إلى يعني جمع يعني مبالغ من دول مانحة عربية وأجنبية، وكانت النتيجة أن تم شراء سفينة وهذا عبث إضافي، والسفينة هذه أيضا متهالكة مثلها مثل صافر، وربما صافر أكثر متانة منها. وهذه السفينة قبل 5 سنوات خضعت لترميم يعني ليس بذلك الكفاءة، مما يعني أن هذه الكمية إذا استمرت في السفينة الاحتياطية لمدة 5 سنوات ستصبح أيضا مشكلة إضافية ومصدر تهديد خطير للبيئة البحرية في البحر الأحمر. لهذا أنا أصف هذه العملية برمتها بأنها عملية عبثية. يعني هناك تعقيد مبالغ فيه، هناك محاولة للتهرب من الاستحقاقات الأساسية للسلام في اليمن، ومحاولة تسجيل نقاط إيجابية على في الملف اليمني. هل هناك محاولات أيضا هذه الاشتراطات يعني مبالغ فيها حتى من جانب أستاذ ياسين، إلى أي مدى ترى أن هذه الاشتراطات التي وضعتها ميليشيا الحوثي تمثل نوعا من المحاولة لخرق العقوبات وأيضا يعني محاولة الاستيلاء على النفط؟ هي محاولة صريحة لخرق العقوبات، وهي محاولة صريحة للاستحواذ على هذه الكمية من النفط والتصرف ب يعني عائدات قيمتها إذا ما بيعت في السوق الدولية. هذه المسألة تتم بوضوح من جانب جماعة الحوثي، ولهذا أريد يعني الوسطاء الدوليون والدول التي تحركت في سياق هذا الملف هي يعني كان واحد من نتائج هذا التحرك هو تمكين جماعة الحوثي ليتصرفوا ضمن هذا الملف بعيد عن العقوبات المفروضة عليهم. يعني هم كرسوا خزان صافر كمسار تفاوضي مستقل تماما، مثلما كرسوا قضية الحديدة مسار منفصل تماما، مثلما كرسوا قضية تبادل الأسرى كمسار منفصل. وفي الحقيقة نرى أن الملف اليمني تجزأ على هذا النحو واستفاد منه الحوثيون، لكن في النهاية لماذا اشترطت عاما كاملا؟ لماذا ميليشيا الحوثي اشترطت عاما كاملا لكي يبقى النفط الموجود في الخزان لمدة عام قبل أن يتم تفريغه؟ يعني ماذا تريد أن تفعل خلال هذه السنة؟
خلال هذه السنة سينسر المجتمع الدولي هذه الكمية من النفط، وهذه الكمية من النفط موجودة في منطقة يسيطر عليها عسكريا جماعة الحوثي. هذا يعني أنه على مدى سنة كاملة لا تستطيع أن تتأكد من أن جماعة الحوثي لا تأخذ هذا النفط وتتصرف فيه كما يحلو لها. في النهاية لا يمكن إذن هي محاولة للاستحواذ على هذا النفط. نعم لا يمكن للأمم المتحدة، وليس لديها الإمكانيات ولا المادية لكي تضمن حراسة مستديمة على هذه السفينة. وهذا يعني أن السفينة ستصبح مستباحة خلال هذه الفترة. كما قلت هذه المنطقة تخلو من المراقبين الدوليين، تخلو من أي قوة أخرى، وبالتالي لا تستطيع أي جهة أن تتأكد من أن جماعة الحوثي لم تسرق ولم تسطو على هذه الكمية من النفط. الأمم المتحدة تتحدث عن رعاية مفاوضات بين الحكومة وميليشيا الحوثي لتقاسم النفط المفرغ، يا ترى ما انعكاسات هذا الأمر في المشهد اليمني؟ في الحقيقة يعني هذه المحاولة ستفشل. جماعة الحوثي والحكومة الشرعية فشلا أمام استحقاقات جوهرية ومحورية في سياق الأزمة اليمنية. هناك تسويف، جماعة الحوثي ستماطل، لن تظهر أي التزام من الالتزامات، وخلال هذه الفترة ستقوم بالسطو على هذه الكمية من النفط وتتصرف فيها كما يحلو لها. انعكاسات هذا الأمر، في الحقيقة الشعب اليمني اعتاد على خيبات الأمل المتتالية التي تأتي دائما من هذه التحركات الدولية التي تنصرف في نتائجها النهائية لصالح الجماعة الإنقلابية للأسف الشديد. نشكرك شكرا جزيلا ضيفي عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني السيد ياسين التميمي ضيف بانوراما الرافدين، شكرا جزيلا.